نروح لخانه اليك بقى اللي كلمت حضراتكم عنها. احنا النهارده الحقيقه في مأزق كبير جدا. احنا بنتكلم ان الاتحاد الافريقي اعلن خلاص النهارده على مواعيد النسخه الجديده من البطولات الافريقيه في الموسم الجديد دوري الابطال في 2021، والاتحاد الافريقي قال انه مواعيد النسخه اللي جايه ان شاء الله هتكون كالتالي. خليني اقول لحضراتكم، من يوم 20 ليوم، دي بالنسبة للجداول طبعا بتاعة البطولة أو الأدوار بتاعة البطولة، من يوم 20 ليوم 22 نوفمبر ده هيكون الدور التمهيدي. دور ال 32 هيكون يوم من يوم 11 ل 13 ديسمبر الشهر اللي بعده. دوري المجموعات الجولة الأولى 1 و12 و13 فبراير، جولة 2 22 و24 فبراير، جولة 3 5 و6 مارس، جولة 4 16 و17 مارس، جولة 5 من 2 ل 4 ابريل، والجولة السادسة من 10 ل 12 ابريل. الثمانية بعد كده يتعمل لها قرعة يوم 30 ابريل 30/4/2021. دور الثمانية ماتشاته تتلعب 4 و16 ما بين 14 و16 مايو، والعودة 21 و23 مايو. دور قبل النهائي هيكون من 18 ل 20 يونيو، والعودة من 25 ل 27 يونيو. ماتش النهائي إن شاء الله يوم 17/7/2021. المأزق فين؟ المأزق الحقيقة متعلق بتسجيل الاتحادات الأهلية لفرقها اللي هتشارك في البطولة. يعني مطلوب من الاتحاد المصري أنه قبل يوم 20 أكتوبر اللي جاي يسلم الاتحاد الأفريقي قائمة بالفرق المصرية اللي هتشارك في البطولات، سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية. احنا عندنا أربع أندية مصرية مفترض أنها بتشارك في بطولات أفريقيا. المشكلة طبعا أنه 20 أكتوبر اللي جاي الدوري مش هيكون خلص، وبالتالي انت عندك مشكله في تحديد المراكز الخاصه بالانديه اللي بناء عليها هتشارك الانديه دي على اساسها طبعا في البطولات الافريقيه، سواء بنتكلم على البطل ووصيف ليهم الحق في مشاركه في دوري الابطال، او ثالث مع بطل كاس هيشاركوا في بطوله الكونفدراليه. ايه ممكن يكون سيناريو الخروج من المأزق؟ الله اعلم. يعني لغايه اللحظه اللي بكلم حضراتكم فيها كلها مجرد اجتهادات، والحقيقه كلها تصب في النهاية في خانة عدم تكافؤ الفرص. احنا بنتكلم انه حل واحد او اوبشن 1 انه نلجأ لترتيب الدوري في الموسم او ترتيب البطولات المختلفة في الموسم الاخير، وبناء عليها هيكون في ظلم كبير جدا لبعض الاندية المشاركة. يعني في الحالة دي يتأهل مثلا نادي زي النادي المصري، في حين النادي المصري السنة دي في مركز متأخر. المقاولين من حقه، اعتقد عنده فرصه، مش هقول من حقه، هو لسه عنده فرصه يا ساره انه يشارك في بطولات افريقيا، وبالتالي هيكون ايه الموقف ده؟ الحل الاول. الحل الثاني، الحل الثاني ان احنا نيجي قبل يوم 20 ونقول احنا هنقف في ترتيب الدوري او هنعترف بترتيب الدوري لغايه الماتشات اللي هتقام قبل يوم 20 اكتوبر، وبالتالي ترتيب الدوري في هذا التوقيت هو اللي يتم ارساله للمشاركه في البطولات القادمه، وده برضه الى حد كبير من وجهه نظري بيخل مبدا تكافؤ الفرص، لانه من الوارد جدا في بعض الانديه يبقى عندها ماتشات سهله بعد كده يعني في الدوري تساهم في انه ترتيبها يبقى متقدم، او العكس الصحيح، وبالتالي حتى اللحظه مش عارفين اللجنه الخماسيه هتخرج من المأزق. بس انا مش متفاجئه يا احمد، يعني الموقف ده مش مفاجئ، احنا ده كان متوقع والناس بقى لها فتره بتتكلم في الموضوع ده، وكده كده اصلا الدوري المصري بيبقى متاخر عن باقي الدوريات، ولما رجعنا من كورونا من فتره التوقف احنا راجعين متاخرين برضو عن باقي الدوريات. فهنا بقى في اسئله كتير، يعني الاتحاد المصري هيعمل ايه في موقف زي ده؟ هنا احنا ما عندناش اجابات لحد دلوقتي، احنا عندنا ان احنا نطرح اسئله. الاتحاد المصري هيعمل ايه في موقف زي ده؟ هيتعامل ازاي مع الاتحاد الافريقي في موقف زي ده؟ كل دي اسئله. هو الاتحاد المصري الحقيقه مش صاحب مشكله، هو مسؤول عن حل، مسؤول عن حل. لكن هي الفكره انه كمان الحقيقه انا اتوقع ان مواقف الانديه نفسها إجابات. مواقف الانديه نفسها هتبقى سبب من وجود المشكله. يعني بالظبط كده الاتحاد ممكن يصطدم بمشاكل مع الانديه طبعا دي. طبعا ناهيك كمان انه بالنسبه للاهلي كمان على وجه التحديد احنا لسه مكملين يعني سيزن، سواء فيما يتعلق بالدوري او ببطولات افريقيا، تبتدي الماتشات في شهر نوفمبر، فبالتالي انت عندك تلاحم مواسم عنيف. كان في فتره توقف بسبب كورونا، بس انا اعتقد انه السيزون الجاي هيبقى مرهق جدا جدا جدا، خصوصا للانديه اللي بتشارك فيه اكتر من بطوله.